مرحبا بكم أيها الإخوان مرة أخرى في قناة كويرية في الذاكرة. ما تزال القناة تبحث تجتهد تنبش في التاريخ باش كنجيبوا لكم مواضيع اللي ما كت اللي يمكن ما يمكنش نشوفوها في التلفازة في القنوات الرياضية والقنوات المغربية بصفة عامة. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع خاص على المهاجم ديال الوداد البيضاوي محمد بورجي المهاجم الأوسط لفريق الوداد البيضاوي اللي كان تعرض لواحد الخطأ في الوجهة ديال الاحتراف دياله. كان مشى لسوريا، ربما إلا ما كانش تخوني الذاكرة كان مشى للجيش السوري، إلى أنه مع المدة محمد بورجي كما حكى سنين طويلة هذه كان فر من سوريا. ما عرفتش واش كان تهديد، واش كان تعرض لواحد يعني راه دار واحد الهروب خطير على رجلاته على رجليه، يعني هرب فر من سوريا واجتاز الحدود ودخل العراق. هادشي اللي كنعرف انا، لان هادشي راه كان حكاه محمد بورجي، وكنا شدينا قلوبنا وخفنا على هاد اللاعب ديالنا، لانه راه لاعب ديالنا ماشي لاعب مغربي ومهاجم ديال الوداد البيضاوي. فعلا كاينين اللعابه ديالنا اللي كيخطئوا الوجهه وكيمشيو يحترفوا في شي فرق اللي غير مضمونه، بحال مثلا بيتشو الله يرحمه تاسفنا علاش مشى للسعوديه وهو كان عنده واحد المستوى عالي وكان خاصو يمشي يحترف اوروبا وكانت عنده القيمه ديال اوروبا واكثر. نعودوا للموضوع ديال بورجي. فبورجي كان حكى هذه الحكايه الخطيره اللي كان تعرض لها، لانه فر من سوريا على رجليه ودخلت الحدود ديال العراق، وما عرفش انا واش اتصل بالسفاره المغربيه او شي واحد ساعده ورجع سالم الى المغرب. هذه ذكرى، لان بحال الاذاعات الوطنيه الرياضيه بحال التلفازه المغربيه خاصه تجيب لنا بحال الاحداث اللي عاشوهم لاعب المشاهير ديالنا، لان ماشي نشوفوا حنا بورجي كيبتسم وكيضحك مثلا، ولكن راه داز عليه العذاب، داز عليه تماره، راه كان غادي يموت فيها. وفعلا كانوا تبعوه ولكن راه ما شدوش. نتمنى من عشاق الوداد البيضاوي وعشاق محمد بورجي ياكدوا لينا، لان هذا الشيء الواقع راني عارفه. غير بغينا اكثر، يا ريت لو تكلم لينا محمد بورجي وعاود حكى لينا هاد القصه هذه. يعني كان خطا وجهه ومش احترف، انا كنظن الا ما كانش تخوني الذاكره كان احترف بالجيش السوري، فريق الجيش السوري، وما عرفتش شنو وقع تما، وكانت ولات تهديدات، وراكم عارفين سوريا شنو اللي كان فيها، يعني كان فيها داك الحزب ديال البعث الوحيد اللي كاين، وكانت ديكتاتوريه، وكانت وبورجي كان عاود نقولوا ليه على سلامته، وحنا جبدنا هاد التذكر الاليم يعني باش نذكروا الاجيال الحاليه اللي ما عرفاش هاد المواقع، هاد الشيء اللي وقع للمشاهير ديالنا. يعني محمد بورجي داز من العذاب وداز من تماره وهرب على رجليه من سوريا ودخل العراق، ولا ما كانش تخوني الذاكره راه نفس المشكل كان وقع للمدرب عبد القادر يومير. عبد القادر يومير كان ربما في العراق وكان حصل في ايام حرب الخليج، بحال هادشي كنت سمعت من عبد القادر يومير، وهادشي اللي جعلني ندخل في هاد المواضيع ونجبدهم، لان ما كاينش شي قنوات اللي كتشفي الغليل وكتقدم لنا بحال هذا بحال هاد البرامج. وانا كنتمنى نكون موفق، لانني كنبغي ننوع شويه الحلقات ديال باش ما تحسبش علينا باننا فرطنا في هاد القصص اللي عاشوها المشاهير ديالنا. وهانتوما كتشوفوا محمد بورجي كيبتسم، راه كيبتسم ولكن راه داز عليه العذاب. هادشي كنظن في بدايه يمكن في الثمانينات، يمكن في اواسط الثمانينات ولا بدايه التسعينات هكا. وكنتمناو السلامه، والله يحفظ بورجي محمد، ونتمناو توا نشوفوه في التدريب ان شاء الله.